السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح تفضيل الشيخ، كنت عايزة أعرف. الحمد لله، يعني ربنا من عليا بس نقاط بقيل كذا سنة. أنا دلوقتي حاليا بسأل بس عن ابن أخت زوجي، هو عنده 15 سنة يعني. ابن أخت زوجك؟ أنا مرات خاله يعني. أيوة مرات خاله. أي هو يعني هو يعتبر أنا مربياه يعني زي ابني كده، هو عنده 15 سنة. هل يجوز إن أنا ليه رخصة إن أنا مثلا لما يكون في يوم تجمع عائلي أو كده إن أنا أعلق؟ إذا زوجك مات الولد ده ينفع يتجوزك ولا لا؟ طب خلاص، يبقى رجل أجنبي. السلام عليكم.